سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه بيتابع باهتمام الموقف الراهن في العراق، وكتب سيادته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: أحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة، وإنني إذ أؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، وأدعو كافة الأطراف العراقية في تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس مع الرئيس العراقي برهم صالح. خلال هذا الاتصال أكد سيادته دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، وشدد سيادته على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار، حفاظا على أمن واستقرار وسيادة البلاد. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، وعبر سيادته عن وقوف مصر بجانب العراق ودعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل أي جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وإنهاء التصعيد الحالي. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا عقد اجتماع تابع فيه جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ. وجه سيادته بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز العمل المناخي، وكمان أيضا التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ. وقد عرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، والتي تعرف باسم نوافي، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية. مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. كما استعرضت السيدة الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عددا من المحاور الرئيسية وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية. كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج نوافي، وذلك بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر. كما عرضت السيدة الوزيرة ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار
بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقاً لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة. كمان في أخبار تانية مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عمله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة، والتأكيد على أهمية الدور اللي بتقوم به الوزارة في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة. كمان لقاء رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم، والتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ خطط تطوير التعليم اللي بتتمناها الدولة المصرية. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لمناقشة ملفات عمل الوزارة، وقال رئيس الوزراء إنه في أهمية كبيرة للدور اللي بتقوم بيه وزارة الثقافة في بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وغرس قيم الانتماء للدولة المصرية وتأكيد الهوية المصرية اللي بتتميز بالوسطية. وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على تطوير قصور الثقافة في المحافظات علشان تكون نقاط جذب للمواطنين على مستوى الجمهورية. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة اللي جاية، وأكد مدبولي أهمية مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم اللي بتتبناها الدولة المصرية مع استكمال تطوير المناهج. امبارح برضه التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وأكد مدبولي أهمية العمل على نجاح تجربة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، لأن الجامعات دي ليها دور مهم في إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر. أيضاً امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي زعمت إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه. المركز تواصل مع وزارة الداخلية اللي نفت كل الكلام ده وقالت إنه غير صحيح ومفيش أي قرارات رسمية صدرت بهذا الشأن. في الحقيقة احنا بنشوف دور كبير قوي بتبذله وزارة الثقافة في الفترة الأخيرة، بنشوف مشروعات مهمة جدا فعلا بتقوم بيها عشان نبني فيها الوعي ومكافحة التطرف. بنتكلم على قصور الثقافة، بنتكلم على مشروع طبعا أهل مصر البرنامج الرئاسي اللي بيستهدف المحافظات الحدودية، بنوصل لغاية المحافظات الحدودية عشان خاطر نبتدي نرفع تاني أو ننشر الوعي ونستهدف فيها أطفال ونساء وشباب. أكيد مكتبات المتنقلة اللي احنا شفناها في الفترة الأخيرة، مهرجان محكى القلعة اللي في الحقيقة عمل شغل حلو جدا، حفلات حلوة جدا مستمرة لعدد أيام كبير، أظن 15 يوم أو أكتر، التذكرة فيه ب20 جنيه، وقت جميل بتقضيه العيلة المصرية. يعني حاجات كتيرة قوي بتقوم بيها وزارة الثقافة في الحقيقة، يعني حتى ابتدت تاني الناس ترجع عايزة تقرأ تاني وعايزة تحضر تاني حفلات ليها معنى وطعم حلو، بتضم الأسرة كلها مع بعض وبتجمع الأسرة كلها مع بعض. الأسرة أنا شايف ده أهم حاجة، أنت علشان يبقى فيه نور وتكافحي بيه الظلام لازم النور ده يبقى ممتد في كل الأقاليم المصرية، صح، في الريف وفي الدلتا وفي الصعيد، علشان الناس اللي هناك للأسف الشديد في وقت من الأوقات كانوا عرضة للأفكار الظلامية عشان كان النور ما كانش واصل لهم. أنت عشان توصل لهم، ما ننساش برضو الاتفاق اللي عملته الشركة المتحدة واللي ربما عملناها في حوار مع المهندس حسام صالح، كلمنا فيه أن كمان كان وزارة الثقافة عاملة اتفاق مع الشركة المتحدة من أجل اكتشاف المواهب، وأعتقد أن ده موضوع يعني بنعول عليه كثيرا كمان في الأيام اللي جاية. على أي حال، في جولة المحافظات معانا مجموعة أيضا من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها كان إنشاء 49 مدرسة جديدة ضمن مشروع حياة كريمة في محافظة المنوفية، منها أيضا كان نقل
ست مستودعات بوتاجاز خارج الكتلة السكنية في محافظة البحيرة وتوفير الأسمدة الزراعية في الجمعيات التعاونية بمحافظة شمال سيناء وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى. خلينا نشوف. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة. البداية من قنا، امبارح اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا أجرى جولة تفقدية بمشروع مكتبة قنا العامة وتابع سير العمل بأعمال التشطيبات النهائية، وقال إن نسبة التنفيذ لإجمالي المشروع وصلت ل 80%. في شمال سيناء تم الإعلان عن توفير 95 منحة دراسية للحاصلين على الثانوية العامة السنة دي في 7 كليات بجامعة سيناء بفرعيها في مدينة العريش والأنطرة شرق، ده غير 16 منحة دراسية جزئية بأربع كليات بالجامعة المصرية الصينية. في كفر الشيخ شهد المحافظ اللواء جمال نور الدين تسليم 4 عقود تقنين أراضي للمستفيدين من المواطنين بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وقال إن إجمالي عقود التقنين اللي تم تسليمها للمواطنين وصلت لحد دلوقتي 818 عقد. في المنوفية ناقش المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء. المشروعات دي عبارة عن 49 مدرسة جديدة وتوسعات بقيمة استثمارية بتزيد على 325 مليون جنيه. في القليوبية عقد المحافظ عبد الحميد الهجان اجتماع مع ممثلي هيئة التخطيط العمراني لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية للبنية الأساسية بالمحافظة زي شبكات الطرق والنقل والمرور والتغذية بمياه الشرب والصرف الصحي، ودي هتبقى أول قاعدة بيانات جغرافية للبنية الأساسية على مستوى المحافظات، وهيتم فيها تدقيق البيانات من كل الجهات. في شمال سيناء أكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة إنه تم توفير الأسمدة الزراعية المدعمة في الجمعيات التعاونية بالمحافظة، وده في إطار التيسير على المزارعين وتقديم أفضل الخدمات الزراعية اللازمة ليهم. في البحر الأحمر انطلقت اختبارات المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام 2022-2023 بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. في البحيرة عقدت اللجنة الفرعية للتموين بالمحافظة اجتماع لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين أصحاب مستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة، وتم خلال الاجتماع الموافقة على نقل 6 مستودعات بوتاجاز خارج الكتلة السكنية. في الإسكندرية استقبل المحافظ اللواء محمد الشريف الطالبة رحمة أمين المعروفة إعلامياً بأشهر فتاة ديليفري في الإسكندرية. المحافظ كرمها على دورها الإيجابي اللي بتقوم بيه لخدمة أسرتها.